السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنشرح مع بعض شابتر الكلويد اتاخد في اخر جزء من المحاضره الرابعه، واتاخد كمان في المحاضره الخامسه. النهارده هنشرح البارت 1 اللي هو اخر جزء من المحاضره الرابعه. مبدئيا كده، يعني ايه كلويد؟ انترو بسيطه كده هنقولها دلوقتي بالورقه والقلم، بحيث برضو ان احنا نفهم يعني ايه كلويد. والانترو دي مهمه جدا 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 في الشابتر ده وفي الشابتر الجايه، سواء الايمالشن والسسبنشن والسوليوشن وكل اللي جاي، فنركز وناخد بالنا. تعالى كده نفهم بمثال بسيط. لو انا عندي هنا كوبايه، والكوبايه دي حطينا فيها شوجر، تمام، ومليه ميه لحد فوق هنا كده، حد هنا ميه، تمام، وقلبنا، ايه اللي هيحصل؟ الشوجر هيدوب، هيحصل له سولوبلايزيشن، و هيبقى الكوباية لونها ملهاش لون، هتبقى كلير، والشوجر اللي تحت ده مش هنشوفه، تمام. طيب تعالى كده، لو عندنا نفس الكوباية مليانة مية برضك لحد هنا، تمام، وحطينا هنا ساند، شوية رملة، تمام، حطيناهم، ايه اللي هيحصل؟ ادي الساند اهي، ساند ساند، نفس الفكرة. الساند ده مش هيدوب، هيفضل تحت، تمام. طيب لو انا جبت نفس الكوبايه وبرده مليه ميه لحد هنا، وحطينا فيها حاجه اسمها سيلفر كلورايد، معلش الخط بقى مش واضح شويه بس علشان احنا بنرسم، سيلفر كلورايد اهو حطيناه، تمام. بعد لما نقلب هيبقى سيلفر كلورايد برضو مش شايفينه. طيب تعالى نعرف ايه الفكره من الموضوع دوت. اولا ديسبرشن سيستم يعني نظام الانتشار، يعني ازاي هتنتشر البارتيكلز اللي انت حطيتها في الميه او في السولفنت اللي انت حطه، تمام. طيب الديسبرشن سيستم دوت بينقسم لثلاث حاجات، المفروض ان هما ثلاث امثله عليهم اللي احنا قلنا ده. تعالى كده واحده واحده. الشوجر دوت ده بنسميه حاجه اسمها مولكولار ديسبرشن. طيب المولكولار ديسبرشن ده بيبقى المفروض البارتيكل سايز بتاعه اقل من 1 نانومتر، تمام. طيب الواحد نانومتر ده يعني قد ايه؟ يعني قال لك ده 1 × 10^9 من الجرام، تمام. طيب فالجزء البارتيكل سايز بتاعه الشوجر احنا لما دابت احنا ما حتى ما شفناهاش بعينينا، انفيزيبل. ثانيا احنا جينا نبص عليها تحت الميكروسكوب، الالكترون ميكروسكوب، الاوردينال ميكروسكوب، جينا نبص عليها ناحيه هنا وناحيه هنا، لا عرفنا نشوفها بالالكترون ميكروسكوب ولا بالاوردينال ميكروسكوب اللي هو زي اللي في سيكشن الكوب من عندنا. طبعا الالكترون ميكروسكوب ده بيبقى درجه التكبير بتاعه اعلى جدا 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 لدرجه ان هو بيشوف الالكترونز، تمام. طيب جينا ان احنا نعدي السوليوشن اللي بقى عندنا دوت، اللي هو مكون من الشوجر مع الميه، تمام، جينا نعديه من الفلتر بيبر وحاجه اسمها سيمي بيرميوم والممبرين، جينا نعدي من هنا او من هنا، ايه الفرق ما بينهم؟ اولا الفلتر بيبر بتبقى البورز بتاعتها اوسع شويه من السيمي بيرميوم والممبرين، لقينا ان هو عدى من الفلتر بيبر وعدى كمان من السيمي بيرميوم والممبرين، تمام. ده اللي هو الموليكولار ديسبيرشن، ركز معايا، تمام، وده اول نوع، تمام. تاني نوع عندنا اللي هو لما حطينا الجرينز اوف ساند دي، الحجم بتاعها او البارتيكل سايز بتاعها كان اكبر من 1 مايكرو جرام، تمام، وده المايكرو جرام طبعا اكبر من النانو اللي هو في 10^6، تمام. طيب لما جينا احنا ان احنا نبص برضو نفس الفكره، ان احنا نشوفه بالالكترون ميكروسكوب او بالاوردينال ميكروسكوب، لان طبعا احنا بنشوفه ده هو فيزيبل اصلا، فاحنا بنشوفه بالاوردينال ميكروسكوب وبالالكترون ميكروسكوب. طيب جينا نعديه من الفلتر بيبر، فجينا لقينا ان هو مش بيعدي من الفلتر بيبر ومش بيعدي بالتالي من السيمي بيرميوم الممبرين، تمام. طيب تعال بقى على السيلفر كلورايد، لما احنا جينا نبص عليه لقيناه برضو انفيزيبل، ولما جينا نعمله تحت الالكترون ميكروسكوب شفناه، اما الاوردينري ميكروسكوب ما شفناهوش. طيب هو البارتيكل سايز بتاعته اصلا بتبقى من كام لكام؟ لك دي بتبقى من نص نانو متر لحد 1 نانو متر، من نص نانو لحد 1 نانو، تمام، ودي طبعا البارتيكل بتاعها صغير جدا جدا، ولكن اكبر شويه من البارتيكلز بتاعت المولكولار ديسبيرشن. ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه كولويدال ديسبيرشن، وده الموضوع بتاعنا النهارده، تمام. اما اللي هي كان بقى فيها ساند دي كانت ايه يا ربي؟ ها كانت ايه؟ كان دي اسمها، احنا نسينا نقول اسمها هنا، نقولها كان اسمها كروز ديسبيرشن. يبقى دي عندي ثلاث انواع من الديسبيرشن، كروز ديسبيرشن، وعندي المولكولار ديسبيرشن، وعندي الكولويدال ديسبيرشن، وده اللي هو موضوعنا النهارده. طيب
الكولويدال ديسبرشن ده لما احنا جينا برضو هنبص على الفلتر بيبر والسيمي بيرميم والمبرين، ايه اللي حصل؟ لقيناه ان هو بيعدي من الفلتر بيبر، لقينا انه بيعدي من الفلتر بيبر، لكن مش بيعدي منين، لكن مش بيعدي، لقينا الفلتر بيبر دي تمام عشان مش واضحه، بس الفلتر بيبر دي بيعدي منها لكن مش بيعدي من السيمي بيرميم والمبرين. تعالى بقى واحده واحده كده نقرا الكلام المكتوب. الانترو بيقول ان احنا لما بندرس التو فيزيس سواء يعني شوجر او ملح او كده مع الميه، ابتدينا ان احنا نبص ونشوف ازاي الكلام ده بيتوزع جوه الميه. فعندنا النيوكلير ديسبرشن، الكولويدال ديسبرشن، الكوروز ديسبرشن، ده موضوع محاضرتنا النهارده اللي هو المولكيولار ديسبرشن ده. تمام. طيب تعالى كده ننزل نشوف الكلام. طبعا الكلام ده كله مهم جدا والامثله حفظ. تمام. تعالى كده نبص هنا، المولكيولار ديسبرشن قلنا ان هو اقل من 1 نانومتر، بيعدي من الفلتر بيبر وبيعدي من السيمي بيرميم والممبرين برضو نفس الفكره. تمام. الكولويدال من نص الواحد نانو، بيعدي من الفلتر لكن ما بيعديش من السيمي بيرميم والممبرين، وطبعا بنشوفه بالالترا ميكروسكوب او الالكترون ميكروسكوب. تمام. الامثله حافظ جدا اللي هو كوليدر سيلفر سوليوشن وناتشرال اند سينثيتك بوليمرز. تمام. يبقى الكولويدال اصلا عباره عن بوليمرز، احنا يعني بتتكون من برضو من جزيئات بسيطه جدا اللي هي المونيمرز. الكلام ده كنا واخدينه زمان يعني مش مهم دلوقتي. الكروز ديسبرشن ده اكبر من نص مايكرو جرام، زي الجرين اوف ساند وزي زي الايمالشن زي السسبنشن، الكلام ده هنفهمه قدام اكتر. تمام. طيب تعالى كده ناخد زي ابلكيشن او تطبيق الدكتوره قالته في المحاضرة. قالت لو احنا عندنا ميكشر من الساند والسولت والجيلاتين، طبعا الساند كروز ديسبرشن والسولت دوت مولكيولار ديسبرشن والجيلاتين ده كله ده ديسبرشن، ازاي ان احنا نعمل لهم سيباريشن؟ فاحنا قلنا ان احنا هنجيب ايه، عايزين نعمل لهم سيباريشن. تمام. احنا قلنا ان احنا هنجيب فلتر بيبر. تمام. ونبتدي نعدي بيها الحاجات دي، فايه اللي هيحصل؟ ان كلهم هيعدوا ما عدا الساند. تمام. فهيتبقى لي السولت والجيلاتين. السولت والجيلاتين هيعديهم من سيمي بيرميم والممبرين، فهيعدي السولت والجيلاتين هيبقى لي. فكده يبقى احنا فصلنا التلاتة عن بعض. الدكتورة قالت كمان في طريقة تانية، على حسب السنتريفيوجيشن، السنتريفيوجيشن هيفصل لي الساند، وبعد كده نعمل الترا سنتريفيوجيشن هيفصل لي الجيلاتين، لان الجيلاتين بيبقى الماي البارتكل سايز بتاعته بتبقى اقل. ده كده جدول هتلاقوه موجود في الكتاب، والجدول دوت فيه نفس فكرة المقارنة ما بين الثلاث انواع. والجدول دوت انا شايف انه كافي جدا ان احنا نحفظه في الجزئية دي، مش محتاجين حاجة غيره. مهم جدا 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 ان انت تبقى عارف الجدول دوت وحافظه، لان هو هيجي سواء في الام سي كيو او الترو فولس. وطبعا الابلكيشن اللي الدكتوره ادت عليه الحاجه اللي احنا لسه واخدينها دلوقتي، السؤال اللي احنا لسه واخدينه دلوقتي دوت هيجي شبهه اكيد في الامتحان، فخلي بالك. ولما يجي في الامتحان نحل باللي هي السيمي بيرميم والمبرين او بالفلتر بيبر، والسنتريفيكيشن دي يعني ممكن نكتبها كحل تاني لكن مش الاساس يعني. تعالى بقى كده ندردش شويه في السايز والشيب بتاع الكولويدال. يعني اشمعنى دلوقتي عايزين نعمل الحاجه كولويدال؟ ايه الميزه يعني، او ايه السايز والشيب؟ السايز والشيب دوت بيضيف ايه للحاجه اللي عندنا عشان نعملها في شكل كولويدال؟ لك قبل كل حاجه لازم ان احنا نبص على السيرفس اريا بتاعته. السيرفس اريا بتاعه الكولويد بتبقى كمانه جزء صغير جدا جدا جدا، البارتيكل بتبقى صغيره، فبالتالي السيرفس اريا بتاعته بتبقى كبيره جدا، فبيحصل له عمليه ابزوربشن بصوره سريعه جدا، وده طبعا بيفيدنا في واحنا بنعمل الدواء. طيب قبل اي حاجه تعالى نبص برضو على ترم كده مهم جدا اسمه السبيسيفيك سيرفيس. السبيسيفيك سيرفيس دوت عباره عن ايه؟ عباره ان احنا بنشوف السيرفيس اريا بتاعه البارتيكل سايز اللي عندنا، وبعد كده بنقسمه على الويت بتاعه او الفوليوم بتاعه. تمام. ده ممكن يجي ساينتفك تيرم او ترو فولس او ام سي كيو، خلي بالنا منه، انا عامله بولد برضو وحط تحتيه سطر علشان مهم جدا جدا جدا. تعالى ناخد تو اكزامبلز كده عن البلاتينيوم، او خاصه البلاتينيوم بلاك دوت بيبقى افكتيف جدا 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 ككاتاليست في الرياكشن بتاعي لو بقى في شكل كولويد، وده بسبب ان ان الرياكشن نفسه بيحصل على السيرفس بتاع البلاتينيوم بلاك، فبالتالي
كل ما كان البارتيكل سايز صغير في حجم الكولويد كل ما كان اقوى ككاتاليست. تمام. طيب عندنا حاجة تانية برضو عندنا، ويمكن دي تكون غريبة شوية، ان كمان الكلر بتاع المادة ممكن يتغير لو هي في حجم الكولويد. زي مثلا احنا عندنا الانتيموني والارزنك ترايسلفايد، دول بيتغير لونهم من الريد لليلو لما يبقوا في حجم الكولويد. تمام. يبقى احنا كده لحد دلوقتي خدنا ايه؟ خدنا الانواع الديسبرشن سيستم، مولكولار وكولويد وكروس، خدنا السبيسيفيك سيرفيس اريا، خدنا بعض الابليكيشن كده على البارتيكل سايز بتاعه الكولويد. تمام. دلوقتي بقى عايزين نبص على حاجه اسمها داياليسيس او السيباريشن. السيباريشن يعني ايه؟ احنا عايزين نفصل المولكولار عن الكولويد. يا ترى احنا هنعمل ايه؟ شفت احنا من شويه كنا اتكلمنا عن السيمي بيرمي والمبرين، ودي حاجه كده زي ورق بتاع السلوفان او لف الهدايا، زي يعني نفس التعبير تقريبا اللي الدكتور قالته. الفكره الداياليسيس دي هي نفس الفكره اللي احنا لسه قايلينها من شويه، ان احنا بنعدي الحاجه بتاعتي من السيمي بيرمي والمبرين. يعني لو عندي سولت وعندي جيلاتين زي ما احنا لسه واخدين في الميكشر اللي كان فوق، ان الجيلاتين هيفضل فوق والسولت هيعدي. فالفكره دي اسمها داياليسيس، ودي ان احنا بنعرف نعمل بيها سيباريشن. طيب هل في طرق تانية ان احنا نقدر نعمل بيها سيباريشن؟ قال لي اه، في حاجه اسمها الالترا فلتريشن، وفي حاجه اسمها الكترو داياليسيس. الالترا فلتريشن دي بتبقى فلتريشن برضه نفس اللي احنا خدناه فوق، ولكن بيبقى اندر نيجاتيف بريشر، يعني بيبقى في زي شفاط سكشن كده من تحت، بحيث ان هو يبتدي يشفط البارتيكلز بتاعت الكولويد. تمام. وبرضه المولكولار ديسبرشن بيفضل موجود فوق. تمام. والعمليه ديت برضو من زي ما احنا قلنا من ضمن الطرق اللي احنا بنبتدي نفصل بيها الاثنين عن بعض. الالكترو داياليسيس دوت بنفصل بيه الايونز، يعني لازم حاجات تكون بوزيتيف وحاجات نيجاتيف علشان احنا نقدر نفصلهم من بعض. الرسمه دي علينا، ممكن نبقى مطالبين بيها، نحاول نرسمها، هي بسيطه يعني وسهله جدا، بتاعه الالكترو داياليسيس. يبقى الالكترو داياليسيس عندي بيبقى عباره عن برضو اتنين الكترود. تمام. وبيبقى فيه السوليوشن بتاعي، وبتبتدي ان البوزيتيف بيروح للنيجاتيف والنيجاتيف بيروح للبوزيتيف، يعني حاجات احنا خدناها قبل كده كذا مره يعني. طيب الداليسيز، الالكترو داليسيز هناخد برضو عليها ابلكيشن. واحنا خدنا في الالكترو داليسيز دي خدنا ازاي هي عباره عن ايه، وخدنا الرسمه بتاعتها، وخدنا الابلكيشن بتاعها. الابلكيشن بتاعها هي اللي بيبقى للناس اللي عندها كدني فيلير، الناس اللي بتعمل غسيل كلوي، اللي بيحصل او ازاي بنستفاد من الموضوع ده. على الرسمه دي علينا بس كده كشكل، لكن مش علينا كرسم. الفكرة بتاعتها ان احنا بنعمل له حاجة شبه الكدني بالظبط، ان احنا برضو لازم يحصل فلتريشن او لازم ننظف الكلام ده كله. بنعمل ازاي؟ احنا بنعدي الدم بتاعه من حاجة من سيمي بيرميم الممبرين. تمام. بيبقى فيه اتنين سوائل، واحد هنا بيبقى فيه الفين، هنا الدم، وهنا الناحية التانية هنا بيبقى سائل احنا حاطينه. السائل ده بيبقى فيه مثلا الجلوكوز، بيبقى فيه حاجات مهمة جدا موجودة برضو في الدم. طب احنا ليه حاطينها، او يعني ايه الفكرة من الموضوع؟ تعالى كده بصورة بسيطة، لما البلاد بيعدي من هنا، هنا بلاد، البلاد هنا بلاد ده في يوريا وفي حاجات كتير جدا ضارة او الجسم محتاج ان هو يخرجها، فبالتالي المفروض ان هو بيحصل لها فلتريشن الناحية التانية عن طريق السيمي بيرمي والممبرين. تمام. اللي هو ده السيمي بيرمي والممبرين، ده بيعدي اليوريا وبيعدي الجلوكوز، بيعدي كل حاجه. طب الجلوكوز والحاجات دي انا محتاجها، انا مش عايز اليوريا بس عايز الجلوكوز، ايه الفكره بقى؟ قال لي الفكره ان انا هنا بيبقى في الرننج فلويد ده او الريزننج فلويد ده بيبقى فيه جلوكوز، وبيبقى فيه الحاجات المهمه اللي الجسم محتاجها اللي هي ممكن تعدي من السيمي بيرمي والممبرين، فبالتالي مش هيحصل ديفيوجن ليها. ليه؟ لان نفس الكونسنتريشن بتاعها هنا زي الكونسنتريشن بتاعها هنا. اما اليوريا اللي على اليمين ده هنا كده مفيش يوريا، فبالتالي اليوريا بيحصل لها ديفيوجن من البلاد، بتروح لفين؟ بتروح للرينزنج فلويد، وده بيبقى عمال بيمشي كده عمال بيمشي كده زي خرطوم احنا بنكون حاطينه يعني. المهم انا عايزك بس تفهم الفكره بتاعتها تمام، كابلكيشن للكولويدال على الالكترو داياليسيز، اللي هو من خلال الكولويدال برضو ديسبرشن. نفس الفكره ان هو هيعدي هنا الموليكولر ومش هيعدي الحاجات الكولويدال، السبيرمان بلين هيعدي الموليكولر مش هيعدي الحاجات الكولويدال. تعالى كده بقى نشوف الجزئيه اللي جايه دلوقتي. عايزين ناخد ابلكيشن، ولكن بقى مش على الالكترو داياليسيز، لا عايزين ناخد ابلكيشن على الكولويدال ديسبرشن. هناخد كام ابلكيشن؟ هناخد 3 حاجات. تمام. اول حاجه احنا هناخدها هو الكولويدال سيلفر
كلورايد او السيلفر ايودايد او السيلفر بروتين، دول بيبقوا عباره عن ايه؟ دول عباره اصلا عن جيرميسايد، يعني بنقتل بيهم الحشرات وكده، يعني حاجه قاتله للجراثيم. تمام، دول لما بقوا في حجم الكلويدال ما بقوش يعملوا اريتيشن. تمام، فبالتالي احنا استفدنا من النقطه دي جدا. تمام، تاني حاجه، لما عندنا بعض البروتينز اللي هي بتبقى موجوده في البلد، البروتينز دي لما احنا بناخد دواء، الدراجز بتخش تعمل بايندنج فيها، وجزء تاني مش بيعمل بايندنج، بيبقى حر كده، بيبقى فري في البلد. فالجزء الفري ده هو اللي بيعمل افكت، والجزء اللي هو بيبقى بايندنج في البروتين ده مش بيعمل افكت، ولكن لما بيبقى فري من البروتين بيبتدي يعمل افكت. الكلام ده احنا هناخده قدام بصورة تفصيلية في مواد تانية كمان كتير، خاصة في الفارما، يعني هتفهموا الدنيا دي أكتر. ولكن اعرفوا دلوقتي بس إن فايدة البروتين اللي هو عبارة عن كولويد اللي هو في البلازما عندنا ده، بيقدر إن هو يعمل بايندنج للدراج اللي إحنا خدناه. تمام، تاني حاجة عندنا الستارش والسليلوز. الستارش والسليلوز دول إحنا بنستخدمهم أدجوفنت في الفارماسيوتيكال، في صناعة اللي هو الأدوية. يعني مثلا لو أنت لما تيجي تعمل تابلت أو لما تيجي تعمل كبسول، أنت التابلت ده مش بيبقى فيه الأكتيف إنجريدينت بتاعته، مش بتبقى المادة الفعالة بس، ده بيبقى فيه ستارش، بيبقى فيه سيلولوز، بيبقى فيه حاجات تانية بتساعد في اللي هو يبقى سوليبل أكتر، بتساعد إن هو يدي الإفكت بتاعته بصورة أحسن وهكذا. عندي كمان حاجة اسمها البي في بي أو البولي فاينايل بايرولودين، دوت برضو حاجة احنا مصنعينها كسبستيتيوشن للبلازما. يعني ايه؟ يعني في ناس بيبقى محتاجين ان هما يتنقل لهم دم. طيب لو احنا مش عارفين ننقل لهم دم او في اي مشكلة، احنا ممكن نستبدل الكلام ده بالبولي فاينايل بايرولودين، ودي حاجة مهمة جدا جدا جدا. يبقى احنا خدنا كام حاجة لحد دلوقتي؟ خدنا البروتين اللي هو بيعمل بايندنج للدراج، خدنا الاسترش والسيلولوز كادجفنت كفارماسيوتيكال ادجفنت، خدنا البوليفاينيل بايرولودين كبلازما سبستيتيوس. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا اذر سينسيتيك بوليمرز، دوت بنستخدمها في ان احنا مثلا ايه، نعمل كوتينج للسوليد دوزج فورم. يعني لو عندنا مثلا زي قرص البروفين مثلا، دوت معمول له زي كوتينج كده، هناخدها برضو في السيوتكس قدام. ده بيبقى كوتين كده بيحميه عشان ما يحصلوش اكسديشن من الاتموسفير والكلام ده كله. يعني الحته دي مش مهمه قوي لان ما لهاش امثله، لكن ركزوا على الثلاثه اللي قلناهم فوق، سواء البروتين او الاسترش والسليلوز او البوليفاينايل بايرولودين. كمان عندنا الكترولايت كولويدال الكترولايتس اللي هو السيرفس اكتيف ايجنت او السيرفكتنت، دي بتبقى حاجات بتزود السولوبيليتي والاستابيليتي بتاعه السليوشن بتاعي، او بتاعه سواء لو اويلي او سليوشن عادي، يعني اكواس عادي. هناخدها برضو قدام، ولكن اعرفها لي بس كده ان هو بيبقى السيرفس اكتيف ايجنت ده بيبقى كوليدا الالكترولايتس، حاجه بتحسن السولوبيليتي والاستابيليتي بتاعه السليوشن بتاعي. تمام، عندنا بقى تايبس اوف كولويدال سيستم. احنا خدنا التايبس او خدنا الديسبرشن سيستم، ده التايبس بتاعه كانت كولويدال او كروز او مولوكولار. هناخد بقى الكولويدال نفسه بيتقسم لثلاث حاجات: لايوفيليك كولويد او لايوفوبيك كولويد او اسوشيتد كولويد. تعالى بس نفهم كده واحده واحده. انا عندي كلمه لايو اللي هي دي معناها سولفنت، فيليك يعني بيحب، يبقى ده بيحب السولفنت بتاعه. عندي لايو قلنا يعني سولفنت، فوبيك يعني بيكره. طيب وعندي نوع تالت اسمه اسوشيتد. تمام، احنا هناخد اسوشيتد دوت المحاضره اللي جايه. دلوقتي احنا هناخد اول اتنين، يعني اللايوفيليك سهل جدا، اللايوفوبيك برضو سهل ما فيهوش مشكله، ولكن في شويه كلام كده فهيبقى مهم اكتر للامتحان. تعالى كده بس نبص على واحد واحد ونفهم يعني ايه لايوفيليك ويعني ايه لايوفوبيك. طبعا لايوفيليك احنا قلنا بيبقى محب للسولفنت بتاعه علشان بيبقى ليه افينيتي اعلى، يعني السوليوت مع السولفنت بيبقوا الاتنين مع بعض ما بينهم افينيتي، فده بيساعد ان احنا نعمل الكولويد بتاعنا بصورة اسرع. دلوقتي احنا هنشوف الموضوع دوت بصورة تفصيلية اكتر. والبولي استايرين. طيب يعني ايه برضو؟ يعني مثلا لو انا عندي ميه وعندي بنزين، لو حطيت حاجه في الميه بتحب الميه، يبقى انا كده عملت كولويدال ديسبرشن. لايوفيليك كولويدال ديسبرشن ده بيبقى هيدرو
في ليك سوليوشن تمام. طيب او لو عندي بنزين والبنزين ده حطيت فيه مثلا روبر، فالروبر ده في البنزين، فبرضه عندي لايوفليك ديسبيرشن، حاجتين ما بينهم افينيتي عاليه جدا. دلوقتي برضه بيقول لك في ملحوظه مهمه، ان مش لازم الحاجه اللي بتكون مثلا في بتدوب في الميه وبتعمل لايوفليك كولويدال ديسبيرشن، مش لازم هي برضه تكون تدوب في البنزين وتعمل لايوفليك كولويدال ديسبيرشن. تعال نشوف النوع التاني اللي هو اللايوفوبيك. اللايوفوبيك علشان نحضره هيبقى رخم شويه، لان انت بتحط حاجتين مش طايقين بعض، حاجتين مش عايزين يمسكوا في بعض، ولكن انت عايز تحضرهم. فانا عندي طريقتين بحضرهم بيها، لا اما عندي الطريقه الاولانيه لا اما الديسبيرشن ميثود، ودي بنعملها بثلاث حاجات، او الطريقه الثانيه حاجه اسمها الكوندنسيشن ميثود اللي هي دي، ولكن دي يعني بنعملها بكذا طريقه غير الاولانيه يعني بتختلف، ولكن الاثنين بيأدوا لي ان انا بيفضل في الاخر عندي اللايوفوبيك كولويد اللي انا عايز احضره. تعالى كده واحده واحده، الفرق ما بينهم، الفرق الجوهري ما بينهم، ان الديسبيرشن ميثود ده بتبقى عندي بارتكل سايز كبير وانا عايز اصغره اخليه في حجم الكولويدال. لو عندي بارتكل سايز صغير وعايز اكبره اخليه في الكولويدال، يعني شكله زي الكولويد بالظبط او في حجم الكولويد بالظبط، ده بتبقى بالكوندنسيشن ميثود. طيب تعالى كده نبص نشوف دي بتتعمل ازاي ودي بتتعمل ازاي. قال لي اول واحده عشان عندي كروس عايز احوله لكولويد، تمام، كروس بحوله كولويد، اما الثانيه بتبقى موليكولار عايز احولها لكولويد. خلي بالنا عشان ممكن يجي في الساينتفك تيرم او الام سي كيو او ترو فولس ويقول لك اسم الطريقه، انا عايز احول بكذا من صغير لكبير من كبير لصغير. فانا عندي ديسبيرشن من كبير لصغير بحوله بثلاث حاجات، يا اما هاي انتنستي التراسونيك، يا اما برودكشن اوف الكتريك ارك، او المايلينج او الجريندنج. تمام، تعالى اول طريقه دي ان انا بعدي التراسونيك ويف، موجات صوتيه بالتردد بتاعها بيبقى 20000، ده بعديها ومن على البارتيكل سايز الكبير بتاعي، فبيبتدي ان هو يصغره ويخليه في حجم الكولويد. تمام، تاني حاجه دي مهمه جدا 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 جدا، البرودكشن عن طريق الالكتريك ارك. الالكتريك ارك ده عباره عن ايه؟ عباره ان انا مثلا عايز اجيب اعمل حاجه من يعني اجيب قضيب كده كبير من الفضه مثلا وعايز اخليه في حجم الكولويد، بعمل ايه؟ بوصله ما بين حاجتين، يعني بوصله ما بين بوزيتيف ونيجاتيف، يعني تيار كهربي عالي جدا، بمرر من خلاله تيار كهربي عالي جدا جدا جدا، ولما التيار الكهربي العالي دوت يعدي على قضيب الفضه، القضيب ده بيسخن ومن كتر السخونيه والحراره بيبتدي ان هو يحصل له فابورايزيشن، تبتدي البارتيكلز اللي فوق والمولكيولز اللي فوق يحصل لها فابورايزيشن. لما تحصل فابورايزيشن الفيبرز اللي طالع دوت يقابل زي لوح كده مكثف بيتكثف عليه، يحصل له كوندنسيشن، وبالتالي يتكون لي الكولويد اللي انا محتاجه. الطريقه دي مهمه وهتيجي في الامتحان، نقولها تاني. الالكتريك ارك ده بيبقى عباره عن قضيب من الماده اللي انا عايز اعملها كولويد زي الفضه مثلا، دي بوصله بكهرباء عاليه جدا، فولت عالي جدا، بيسخن، ولما بيسخن بيحصل له فيبرايزيشن، التباط اللي على السطح بيحصل لها فيبرايزيشن، لما تبقى فيبر بيحصل لها كوندنسيشن بتتكثف وبتنزل على شكل الكولويد اللي انا محتاجه. طيب التالت طريقه عندي اللي هي المايلنج او الجريندنج، اللي انا بجيب البارتكل سايز بتاع الكبير ده بطحنه في مطحنه بتخليه على قد الكولويد اللي انا محتاجه. نقولهم تاني، الهاي انتنستي التراسونيك، ودي بتبقى طريقه افيشنت جدا جدا جدا. اما قال لهم افيشنت، قال لهم في الافيشنت بتبقى المايلنج او الجريندنج، يبقى عندي الهاي انتنستي التراسونيكس والالكتريك ارك وعندي المايلنج. تمام، تاني حاجه اللي هو الكوندنسيشن، ده انا عاوز احول الموليكولار ديسبيرشن او ليه اخليه كولويدال ديسبيرشن. طيب ده انا بعمله ازاي؟ انا بقى لازم اكون محتاج حاجتين، اول حاجه سوبر ساتوريشن، تاني حاجه جروس اوف نيوكلاي. الاثنين الشرطين دول مهم جدا. طيب تعالى كده ناخد اكزامبل نفهم بيه. انا عندي لو عندي سلفر ده بيدوب في الكحول، تمام، ما بيدوبش في الميه. تمام، السلفر دوت انا عايز اعمل منه كولويد، يعني يكون كل يبقى في شكل كولويد. هنعمل ايه؟ هندوب السلفر في الكحول فهيدوب. تمام، هقوم واخد السلفر اللي دايب في الكحول احطه في ميه، اصبح السلفر سيستم بقى بالنسبه له غريب، فهيبتدي ان هو يحصل له سيدمنتيشن، يبتدي يرسب والبارتكلز تبتدي ترسب على بعضها. يبقى تاني، طب الشرطين انا حطيتهم ازاي؟ الاولاني ان انا عملت في لما جيت دوبت السلفر في الكحول عملت له سوبر ساتوريشن، يعني قعدت احط سلفر 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 كتير لحد لما دوبت كل دوبته في كل نسبه الكحول اللي عندي، وبقى خلاص يعني اللي هو مش قادر ان هو يستحمل ذوبان سلفر تاني، خلاص كل الكحول بقى دايب جواه سلفر كتير جدا، وخدته وديته في الوتر فلقى سيستم تاني غريب عليه، فابتدى ان هو
يرسب لان هو مش بيدوب في الميه، فالبارتكلز بدات ترسب على بعضها وبقت في شكل الكولويد، فهنا حصل الجروس اوف نيوكليوي. الطريقه دي عملناها بالسوبر ساتوريشن والجروس اوف نيوكليوي. في طرق تانية كتير طبعا، منها ان انا بغير درجه الحراره والكلام ده كله عشان التمبريتشر بيبقى دايب فيها، وبعد كده ببرد فالتمبريتشر دي بتبتدي تترسب والكلام ده كله. الكلام ده يعني ليكو بس ما اتقالش بتاع التمبريتشر دي، ما اتقالتش في المحاضره. في طرق تانية كمان انا ممكن اعمل بيها كوندنسيشن ميثود، زي الريدكشن والاكسيديشن والهيدروليسيس والدبل ديكومبوزيشن. طبعا كل طريقه ليها شرح وخطوات مفصله، ولكن الدكتور كانت عايزه بس منكم ان انتوا تعرفوا اسامي العمليات اللي احنا ممكن نعمل بيها كوندنسيشن. سيرفس اكتيف سيرفس اريا يبقى تاني احنا خدنا ايه في المحاضره دي؟ خدنا الديسبرشن سيستم وعرفنا ان هو ثلاث انواع، موليكولار كولويد وكروز، وخدنا الفرق ما بينهم. خدنا السبيسيفيك سيرفيس اريا وعرفنا ان هو السيرفيس اريا على الفوليوم او الويت، وخدنا المميزات بتاعه البارتيكل سايز في على شكل الكولويد، وقلنا دينا مثالين البلاتينيوم بلاك، وخدنا الكلر لما بيتغير. خدنا بعد كده السيبريشن بتاع الكولويدز والموليكولار ديسبرشن، خدنا الدياليسيس، خدنا الالترا فلتريشن، خدنا الالكترو دياليسيس. بعد كده خدنا الرسم بتاع الالكتروداليسيس، وخدنا الابلكيشن عليها اللي هو بتاع الكدني، وبعد كده خدنا ابلكيشن على الكولويد كلها كجيرميسايدال او كالحاجات اللي هي بتاعه البروتين، اللي هو بيمسك في الدراج او الستارش، كدراج ادجوفنت او فارماسيوتيكال ادجوفنت. خدنا البي في بي اللي هو البلازما سبستيتيوس، خدنا اللي هو السيرفس اكتيف ايجنت اللي هو بيزودوا السولوبيليتي والاستابيليتي بتاعه الكولويد. خدنا انواع الكولويد بقى نفسها اللي هو اللايوفيليك واللايوفوبيك، وخدنا والاسوشيتد ان شاء الله هناخده المحاضره الجايه. خدنا ان احنا بنحضر اللايوفيليك ده بطريقه سهله جدا، لان الاثنين بيحبوا بعض بيبقى بينهم افينيتي. خدنا اللايوفوبيك وده بيبقى فيه شويه كلام، ولان انا بحضر اثنين مش طايقين بعض فبنحضرهم بطريقتين، يا اما حاجه من كبير لصغير زي الديسبرشن ميثود، يا اما حاجه من صغير لكبير الكولويدال الكوندنسيشن ميثود. انا الديسبرشن ميثود الطرق بتاعتها سواء الهاي انتنسيتي او الالكتريك ارك او المايلنج. خدنا الكوندنسيشن ميثود ودي بيتعالي فيها لازم شرطين، السوبر ساتوريشن والجروس بتاع النيوكليوي، وخدنا مثال عليها السلفر وده مهم جدا. وخدنا اسم العمليات اللي احنا ممكن نحضر بيها الكوندنسيشن ميثود زي الريدكشن الاوكسيديشن الهيدروليسيس او الدبل ديكومبوزيشن. كده بقينا المره الجايه ان شاء الله الاسوشيتد، ونبقى خلصنا انواع الكولويدز، وبقينا طبعا جزئيه كويسه كده في الشابتر، وشويه يعني معادلات ايكويشنز كده بسيطه ان شاء الله. في النهاية احنا عايزينكم ان انتوا تذاكروا. تيم فارما خير ان شاء الله موجود معاكم على طول. هنبتدي ان احنا نرفع لكم بعض الملازم لو حد مش قادر ان هو ينزل.